دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هيطلق فعاليات دورة جديدة لمعرض صنع في دمياط للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وهيستمر لمدة 11 يوم داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية الساعة 8 بالليل العرض الفني حتشبسوت إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع المباراة الختامية للجولة 11 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها فاركو مع طلائع الجيش. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، في النهاردة أربع مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي ساوثهامبتون مع نوتنغهام فورست الساعة 10:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي ويست هام مع ليدز يونايتد، وفي العاشرة مساء هيكون في مباراتين أستون فيلا مع وولفرهامبتون وكريستال بالاس مع توتنهام.